أنا بحريني سمى العزة سماي، أنا تاريخ الأمم عندي ومعاي، أنا لو يكتب عن أجداد الزمان ترتوي الأيام من سيرة وفاي. بلادي نجمة في السماء تلمع ضحى وتشوف، بلادي دانا في البحر نسبح لها ونغوص، بحريننا نجمة في السماء وهي رجفة قلوبنا. من القرية التراثية نمسي عليكم بالخير مشاهدينا في ديسمبر الخير، وكل عام وبحريننا هي منبع الخير. ديرتنا اليوم بكامل زينتها، مزدانة بالأحمر والأبيض، الشوارع ما شاء الله زينتها تكفي، تحكي لنا قصة فخرها وشعبها يتباهى بهويته ويتغنى بولائه ويرفرف علمها. اليوم بتنكتب قصة عشق عنوانها بتش يا ديرتي مدى العمر أفخر. اي والله يا حسن، وايضا بتنرسم لوحه بشغف شعب تعكس جمال البلد واكثر، وبنجدد العهد والميثاق للي بنى نهضه وطننا واسس عمود عمرانه وتسطرت في عهده انطلاقه نتاجها نمو تطور رفعه وازدهار حققها لنا قائد مسيره التنميه والتقدم على أرضنا. نعم، ومن خلال هذه الشاشة وبمناسبة أعياد مملكتنا الوطنية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى كافة الشعب البحريني. أكيد، ونقول لملكنا تاريخنا من مجد فعلك تسطر، والشعب لك بالحب غنى وعبر، واحنا متأكدين كلنا اليوم بنعبر بطرقنا الخاصة والمختلفة عن حبنا وولائنا وسعادتنا بهذا القائد والوطن في هذه الأعياد الوطنية. فرحة البحرين نيلة من فرحة شعبها. اليوم من هذا الموقع من القرية التراثية بنفرحكم يا أهل البحرين فوق فرحتكم من خلال هذه المناسبة، وأيضا المناسبة الجميلة من المسابقة احتفالا بأعيادنا الوطنية. بداية خلونا نوجه الشكر الجزيل للرعاة في هذه المسابقة، الراعي الذهبي بابكو إنرجيز، الراعي الفضي بنك البحرين الوطني، والرعاة البرونزيين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنك سيكو، بنك السلام، مقاولات الكهجي للكهرباء والإنشاء. أكيد. طبعاً إحنا اليوم مستانسين إن عيسى موجود معنا. إيه؟ لابس اللبس الجميل بشيت وغترة وشطفة، ولابس الشطفة. عيسى شو نقول اليوم حق البحرين؟ كل عام؟ كل عام البحرين بخير. كل عام البحرين كل عام البحرين بخير. خلكم معنا. ما شاء الله، يعني حلو وجميل إن لما نسمع هذه الأغاني الجميلة بصوت فنان مثل الفنان فيصل أنصاري برفقة قائد الأوركسترا أندرو ريو، أغنية تبين عيني. صحيح، هو الحلو اللي صار يمكن هذه الأغاني إحنا كبرنا عليها، تربينا وإحنا نسمعها. الجميل هذا التمازج الرائع بين الفنون. اليوم يعني نسمع هذه الأغنية صار عالمية بشكل أكبر وأكبر. الكلمة البسيطة المفردة البحرينية الجميلة اللي تتردد ببساطتها مع الأوركسترا العالمية، شلون صاير هذا التمازج فعلا؟ يعني أنا كأني أسمع الأغنية بنسخة عالمية. وحلو أن المفردة مالتنا وصلت أيضا إلى العالمية، وهذا شيء إحنا نسعى لأن تراثنا يوصل إلى العالمية. صحيح، إحنا نحب هذه الكلمات البسيطة اللي تلامس قلوبنا. طبعا أكيد مشاهدينا راح نعرفكم على طريقة التسجيل والمشاركة في المسابقة، فخلكم معنا. للمشاركة في مسابقة العيد الوطني بجوائز تصل قيمتها إلى 1000 دينار بحريني لكل مشارك، ما عليكم سوى زيارة الموقع الرئيسي لوزارة الإعلام أو مسح الرمز الظاهر على الشاشة عبر الهاتف للدخول مباشرة إلى صفحة التسجيل في المسابقة. حظاً موفقاً للجميع، وكل عام وبحريننا هي بلد الكرام وهي الخير كله. Thank you.
إذا هذه هي الطريقة شفتوها معانا، ومن خلال حلقتنا أيضا بننتقل معاكم إلى الزملاء المتواجدين معانا في القرية التراثية في الحوش الثاني من البيت الثاني، مريم ويوسف عندهم مسابقات وألعاب تفاعلية مع زوار القرية اللي بعد ما نسيناهم، مثل ما عندنا الاتصالات والمكالمات اللي أيضا بنشرح طريقتها بشكل أكبر شلون راح تكون فكرتها، لكن أيضا اللي معانا في القرية بيستمتعون معانا، لهم جوائز وايد حلوة مع زملائنا اللي ننتقل لهم الحين ونشوف معاهم شنو مجهزين لكم وللي قاعد يتابعون معانا في القرية التراثية. مساكم الله بالخير يوسف ومريم، عساكم على القوة. يا هلا يا هلا، مساك الله بالنور حسن ونيلة، ونمسي بالخير على شعب البحرين، وأكيد نهنيهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وكل عام والبحرين بكل خير. مسا النور مريم، ومسا النور على شعب البحرين كله، بلد الكرام مهد السلام، دستورها عالي المكانة والمقام، ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم، عاشت مملكة البحرين. احنا اليوم متواجدين معاكم في القرية التراثية، عندنا اكيد بنشارككم اجواء اللعب والاجواء الحماسية من خلال العابنا المختلفة. عندنا اليوم لعبتين، لعبة الكيرم ولعبة الشفير، وان شاء الله ما حد خسران معانا كعادتنا في وزارة الاعلام، فلا تروحون بعيد وخلكم ويانا. اما الان نرجع لكم حسن ونيلة في بيتكم الثاني. يعطيكم العافية يوسف ومريم، اكيد بنرجع لكم وما حد بيروح عنكم بعيد، والكل متحمس معاكم للألعاب اللي بتصير في القرية. أكيد نرجع نوجه خالص الشكر والتقدير إلى الرعاة المساهمين في هذه المسابقة، عندنا الراعي الذهبي بابكو أنرجيز، الراعي الفضي بنك البحرين الوطني، الرعاة البرونزيين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنك سيكو، بنك السلام، ومقاولات الكهجي للكهرباء والإنشاء. شكرا لكل الرعاة اللي معانا. عاد الحين نيلة صار الوقت نشرح حق الناس شلون راح تكون فكرتنا مع متصليننا، مراحل المسابقة شلون راح تكون. المراحل راح تتكون من ثلاث. المرحلة الأولى بتكون عندنا أسئلة عامة منوعة عن مملكة البحرين، قيمة هذه المرحلة 200 دينار بحريني، وعندكم 45 ثانية علشان تجاوبون على السؤال، وبنعطيكم ثلاث خيارات سهلين حلوين، سهلين. سؤال وفي خيارات و200 دينار أكيد. أما المرحلة الثانية هي عبارة عن أسئلة خاصة برعاة البرنامج، وأيضاً قيمتها 200 دينار بحريني، ونفس السؤال الأول، عندكم 45 ثانية وثلاثة خيارات، و200 على 200 400 حلوين. نوصل حق المرحلة الثالثة والأخيرة، هي عبارة عن أسئلة عن مملكة البحرين، بيقدمها لكم الدكتور يوسف محمد من خلال فيديو مصور. قيمة هذه المرحلة بعد 200 دينار بحريني، بس هالمرة عندكم 30 ثانية للجواب، وهالسؤال بدون خيارات، و200 على 200 و200 600 دينار. طبعا الأسئلة بتكون بسيطة، ونتمنى أن الكل يكون فايز معنا، أنا متأكدة الكل بيكون فايز معنا. قبل ما ننتقل للاتصال الأول، سمحوا لي بس أشكر المصممة فريدة العلوي تروف على ملابسي اليوم وجامبو جولد، وملابس حسن أكيد من بيت الأصواف، نشكرهم دائما معانا متواجدين، شكرا لكم على تلبيسكم لنا اليوم في أعيادنا الجميلة الوطنية، ما شاء الله لمسات واضحة أكيد. طبعا مشاهدينا نبتدي معاكم الاتصال الأول، نقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير، نبتدي بالخير، وانتم اليوم أول اتصال معنا مسابقة العيد الوطني. مساء الخير. هلا ومرحبا، مساء النور، من معنا؟ جهينة. جهينة والنعم. جهينة شلونك؟ وكل عام وانت بخير وفي عيادنا الوطنية. وانت بخير، وانت بخير وصحة وسلامة. احنا ترى مشاركين بس عشان يعني نهني البحرين ونهني شعب البحرين الكريم ونهني أنفسنا بالأعياد الوطنية، وما عندنا أي فكرة عن المسابقة، احنا متصلين بس نعبر عن فرحتنا، ونتمنى من البحرين وشعبها الكريم وقيادتها الرشيدة ألف خير وصحة وسلامة وسعادة للكل. اللهم آمين، اللهم آمين يا جهينة، كلامكم هذا اللي يثلج الصدر جدا عزيز علينا وعلى الجميع، ومتأكدة أن الكل اليوم يحس بنفس الشعور، بنفس الانتماء، بنفس الوطنية. جهينة دامك مشاركة معانا، نقول لك أن أنت اليوم أول مشتركة معانا في مسابقة العيد الوطني، وبإذن الله أنا متأكدة أنك ما بتطلعين إلا وعندك 600 دينار. يعني هي حين هنت جهينة بإذن الله، أنت وجهك دائما خير نيلة، وإحنا نحب نشوفك. لحظة لحظة جهينة، جهينة بس وين نيلة بس خير.
والله يعني اثنينكم صراحة، بس احنا نتفائل بوجه نيلة الجميلة. أنا خلاص أطلع من البرنامج والله أمشي. يا حبيبتي يا جهينة تسلمين، الخير ملفوت وين ما كنتي. دام إن احنا بدينا خلينا نشوف أسئلتك بتكون مقدمة من وين ونبتدي معاك. جاهزة؟ جاهزة. يلا أسئلتك راح تكون مقدمة يا جهينة من بابكو أنرجيز. سؤال جهينة الأولي راح يكون معاي، تستبشرين بنيلة والسؤال الأولي عندي. إن شاء الله خير، ما بدي جاهزين حق السلام 100% خير. ونفس ما قلتي جهينة يعني تم اتصلت هني، بس بإذن الله بتكونين من الرابحين معانا، مو 200 ولا 400 بتوصلين لل 600 إن شاء الله. جاهزين؟ بإذن الله. نروح حق السؤال الأولي يا جهينة، سؤالك يقول في أي عام أقيم أول معرض للطيران في مملكة البحرين؟ طبعاً مثل ما ذكرنا احنا في البداية كل سؤال راح يكون فيه ثلاث خيارات. الخيار الأولي سنة 2020 أو 2010 أو 2022، يعني 2020 ولا 2010 ولا 2022؟ 2010. نثبت على الإجابة؟ خلينا نشوف الإجابة مع بعض. نثبت. يلا بسم الله. وقبل قبل الثواني الأخيرة يعني. حلو ممتاز، يا سلام عليك جهينة. كم صار عندك؟ ما ادري. لا لا ما يصير ما ادري. 200 200 دينار الحين صار عندك. 200 دينار صار في حسابك الحين من مجموعة بابكو انرجيز. السؤال الثاني بيكون عند نيلة بعد قيمته 200 دينار. يلا يا جهينة جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. دامك قلتي إنك تستبشرين بالخير بشري بالخير. سؤالك الثاني يقول يا جهينة، متى تأسست مجموعة بابكو أنرجيز؟ سمعين الخيارات، هل عام 2021 ولا عام 2022 ولا في مايو 2023؟ هي كأنها توها يعني قريب. سمعيني سمعي الخيارات، 2021 2022 ولا مايو 2023؟ مايو 2023. مايو 2023 إجابة صحيحة. جهينة جهينة معاي؟ معاك معاك. يلا هذه 200 و200، هذه 400. نروح حق 600 جهينة. بإذن الله. بإذن الله ممتاز، ما بتكونين خسرانة 100%. شوفي السؤال الثالث بيكون عندنا فيديو. ما دام انا شاركت معاكم ما بكون خسران. نتشرف بهالمشاركه الجميله، ودام احنا قاعد نعيش هذه الاعياد الجميله في مملكتنا 100% بتطلعين فرحانه، بدل الفرحه فرحتين. تمام؟ باذن الله. نشوف الفيديو بنرجع لك بنسال السؤال. في 27 مارس 1970 اقيمت في البحرين اول دوره كاس الخليج لكره القدم. وجرى افتتاح الدورة بمشاركة 4 منتخبات وهي البحرين والسعودية والكويت وقطر. وافتتح الدورة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، ورفع علم الدورة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم عندما كان وليا للعهد، وتوج منتخب الكويت بطلا لهذه البطولة. السؤال يقول، أين أقيمت أول بطولة كأس الخليج لكرة القدم؟ يلا جهينة وياي؟ وياك. سمعتي الفيديو؟ اي شفت الفيديو. انزين سؤالك سؤال سهل. السؤال اكيد سهل وانا وياك لا تحاتين. سؤالك يقول، اين اقيمت اول بطولة لكأس الخليج لكرة القدم؟ اكيد في مملكتنا الحبيبة البحرين. اكيد 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 يا جهينة. شو أقول لها؟ شو نقول لها؟ مبروك أكيد، وأنا قلت بدل الفرحة فرحتين. مبروك عليك 600 دينار المقدمة من بابكو أنرجيز. مبروك جهينة أول متصلة. أوه صار في بونس جهينة. بونس بركاتكم بركاتكم. يا سلام عليك جهينة. جهينة لحظة استوعبتي شنو صار؟ يلحن على 600 ما ترينا طلع بونس وبدايات خير معاها. أول مرة أشارك في برنامج في التلفزيون جهينة. خليني أقول لك شنو صار معانا، لأن أنت أول متصلة
اليوم ربحتي معنا 600 دينار بالإضافة إلى بونس 400 دينار جائزتك مقدمة من شركة باكو إنرجيز، يعني ربحتي معنا 1000 دينار بحريني. مبروك مبروك جهينا الألف. مشكورين والله يسعدكم دوم، يسعد البحرين وشعبها كله يا رب. الله يسلمك ويخليك، وطبعا احنا صدقون جدا مستانسين وفرحانين بهذه الاجواء وهذه المسابقه اللي قاعد تصير ايضا مع وزاره الاعلام في هذه القريه الجميله. نبي الكل يكون فرحان معنا مثل ما قالت نيله، ما حد بيطلع اليوم زعلان، لا اليوم ولا بكره ولا بعد بكره باذن الله. ناخذ اتصال جديد. جهينه اول واحده معنا، 1000 دينار تبارك الله، 600 على 400 صارت من نصيب جهينه. تشوف الاتصال الثاني. الو مرحبا، سلام عليكم. الو مساء الخير. مساء النور. يا هلا، نرفع الصوت شوي من معانا. يا هلا امينه حسن الحدي. امينه شلونك اختي؟ الحمد لله الله يسلمك. كل عام وديرتنا بخير. وانتم بخير وديرتنا دائما بخير، وبنحب نبارك حق جلاله الملك حمد وحق ولي العهد ورئيس الوزراء، وكل عام والبحرين بخير ان شاء الله. اللهم امين يا رب، وكل شعب البحرين بخير. امينه، شهر ديسمبر نعم. ما شاء الله كله احتفالات، رحتوا مكان ايه؟ خلال هالايام او مخططين تروحون مكان خلال الايام الجايه؟ لا والله للحين ما رحنا مكان، بس ان شاء الله من باكر بنبتدي نروح. من باكر تجون اول شيء القريه، ترى القريه التراثيه، فعاليات جميله كقاعد تشوفينها على الشاشه، تركات موجوده، فعاليات حلوه، فن شعبي، فنون شعبيه كلها موجوده، فتعالوا ان شاء ايه الله، ما شاء الله متواصلين معاكم طول هالمده باذن الله. جاهزين؟ جاهزين جاهزين. يلا بدأنا نشوف سؤالك وجائزتك راح تكون من وين ان شاء الله. يلا يا أمينة، عساها بداية خير، وجائزتك بتكون مقدمة من بنك البحرين الوطني. نسأل ايه معاك احد يساعدك أمينة ولا بس انا وحسن؟ معاي جمهور، يعني اختي وبجيراني. ابي اسمع صفقة الجمهور. صفقة أقوى 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 أقوى، تشجيع حق أمينة أبي أسمع. يلا أمينة سؤالك الأول. تفضلي. زاد فضلك، مؤسسة حكومية مسؤولة عن التخطيط والتطوير العمراني في مملكة البحرين، ما هي؟ نسمع الخيارات. هل تنظيم سوق العمل، ولا هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ولا وزارة المواصلات؟ أسهل من كده ما فيش. هيئة التخطيط والتطوير العمراني. على طول نكبس الإجابة لها. نكبس نكبس الإجابة، وألف مبروك، 200 دينار في رصيدك يا أمينة. دحني لك كبستي حق الإجابة، احنا بارفع حق السؤال الثاني عشان تفرح بدل الفرحة فرحتين. الحين كم صار عندك أمينة؟ ما عرف والله. 200 أمينة؟ لا لا توني قايلت لك 200. توني قايلت لك 200 دينار نيلة. السؤال الثاني بعد بيكون ب 200، جاهزين حق السؤال الثاني؟ جاهزين. يلا، السؤال يقول: تحتفل مملكة البحرين في يوم 5 فبراير من كل عام بتأسيس مؤسسة عسكرية عظيمة. شنو اسم هالمؤسسة؟ أعطيك الخيارات. قوة دفاع البحرين، الحرس الوطني، أو وزارة الداخلية. الوقت راح يبتدي معاك. تبادي بالخير يا أمينة. قوة دفاع البحرين. خلينا نشوف. نفس ما قالت نيلة نكبس على الإجابة. حلو، 200 على 200 كم صاروا أمينة؟ 400 دينار صاروا في حسابك أمينة. تمام تمام. يلا أمينة عدنا بالحماس حق 600 يكون أقوى. قولي حق الجمهور اللي وياك، ترى احنا ناطرين نسمع الصفقة والهيلة كلها حق 600. ها إن شاء الله إن شاء الله نشوف معاك هالفيديو مع الدكتور يوسف محمد، وراجعين نسألك السؤال الثالث. دعت جريدة البحرين أول صحيفة بحرينية صدرت في العام 1939، وهي جريدة يومية سياسية أدبية علمية جامعة، أصدرها المرحوم والأديب الشاعر عبد الله الزايد،
وكانت تطبع في البحرين في مطبعتها الخاصة، وكانت توزع على المحلات التجارية بالعاصمة المنامة والمحرق وعدد من المناطق، وأيضا في بعض دول الخليج ودول أخرى. واحتوت الجريدة على عدد من الأبواب، أبرزها في موكب الزمن وأنباء البحرين والخليج، ومقالات يكتبها نخبة من كتاب ومثقفي أبناء البحرين والخليج. وبسبب تداعيات الحرب العالمية كانت تطبع أحيانا على أوراق مختلفة حسب ما هو متوفر، البنفسجي والأخضر، لاستمرارية صدورها، حتى توقفت الجريدة في العام 1944. سؤال يقول: في أي عام تأسست أول صحيفة بحرينية؟ طبعا أشكر الدكتور يوسف محمد على هالمعلومات القيمة اللي قاعد نسمعها في الفيديوهات المسجلة معنا. سمعت السؤال أمينة، في أي عام تأسست أول صحيفة بحرينية؟ هذا السؤال من غير ما يحتاي. لا لا لا، فرحة فرحتين 600 يا أمينة. حلو حلو، هذه الحماس اللي نتكلم عنه نيلة. 600 دينار بحساب أمينة. أمينة أبي بعد صفقة. لا. بعد صفقة. يا سلام أمينة. أمينة. نعم. نعم الله عليك، قولي لهم بعد صفقة لأن ربحتي معنا 1200 دينار مقدمة من بنك البحرين الوطني. مبروك أمينة. أنا أتوقع أمينة يوم شفت 600 عبالك 600 الأولية صح؟ إيه. يا سلام. عليك بألف ألف عافية يا أمينة، عاد أقول لك لا تنسينهم، قسمي وياهم. الجماعة اللي معاك صاروا كم؟ ألف ومين؟ ألف ومئتين. إذا أنتوا أربعة زين. ما بتصرفين وايد. مبروك عليكم هالجوائز، يعني ما شاء الله لحد الحين إحنا قاعد نشوف المفاجآت اللي قاعد تطلع معنا خلال هالبرنامج، وقاعد نفرحكم بالعيد، العيد الوطني، ونفس ما قلت لكم الفرحة فرحتين مع التكبيس على الإجابات. التكبيس على الإجابة. طبعاً إحنا عندنا هني الأسئلة والاتصالات، ولكن مثل ما خبرناكم بداية حلقة اليوم والمسابقات راح تكون مستمرة، عندنا الأجواء الحماسية عند المراسلين، فخلونا ننتقل هالمرة حق يوسف ونشوف المسابقة اللي عنده شنو. يا مرحبا نيلة وحسن، الأجواء عندنا حماسية مثل ما أنتم تشوفون. إحنا بتكون عندنا مسابقة الكيرم، عندنا متسابقين، خلنا نمسي عليهم بالخير ونتعرف عليهم. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يا شلون الأجواء؟ الحمد لله وايد حلوة. ممتاز. قد زرته والقرية؟ اي نعم، صراحة كل سنة نحرص أن نزور القرية على أساس أن نشوف الاحتفالات الوطنية. ممتاز. كالعادة في العيد الوطني وين تروح؟ العادة لازم هي القرية التراثية. أو شيء. وبعدين صراحة تحتفل ساعات تكون في الديرة، ساعات تطلع برا الديرة. ممتاز. ما قلت لنا اسمك. سلطان الغتم. والنعم. نعم. والنعم. واسمك بالخير. فاطمة يوسف. زرتي القرية؟ اي اكيد كل سنة. ممتاز. خلونا نروح لعبتنا الكرم عشان اشرحها لكم كل اريحية. حياكم. يوسف. اوه. يعطيك العافية. هديت بيتكم ويذني. هديت الحوش هناك. حيا الله. لان حي المسابقة كرم هالمرة. اي. سعد مو بأي كرم. لا لا. هم تشوفوا مع بعض. يعطيكم العافية. شونكم؟ شون العيد معاكم؟ فرحتنا غير. أكيد. وطبعا مسابقات الجماعة هني طبعا غير عن التليفونات، هني عاد حركية. نعم. بنشوف نعم. مين حياكم. خل قبل ما نبتدي حياكم، خل نشوف وين تطلع جائزتنا من وين. يلا. يلا. حياكم. مثل ما شفتوا مشاهدينا، جائزتنا بتكون من بابكو انرجي. طبعا الفايز بيحصل على 500 دينار بحريني، اما المتسابق الثاني بيحصل على 250 دينار بحريني. مثل ما انتم عارفين ما حد راح يطلع خسران. يوسف يعني ما شاء الله، انا اتوقع سلطان غالي. سلطان. سلطان تلعب في رمضان في مسابقات داش من قبل. الامانه قاطع يعني. قاطع. انت شلون؟ اول مره. اذا اول مره يوسف لازم تشرح لنا معاهم عشان يمكن انا افوز هالمره. حلو. هالمره احنا عندنا كسرنا قاعده الكيرم. حلو. على شاص الكل يطلع ربحان معانا. احنا عندنا لونين مثل ما انتم تشوفون، اللون الاسود واللون الابيض. اللون الاسود 5 نقاط عليه، واللون الابيض عليه 10 نقاط. فانتم اللهم بتسددون في النقاط المحدده، واعلى عدد نقاط عقب من حسبه ونشوف من فايز. مثل يعني ما تعرفون ما حد راح يطلع خسران في النهايه. 5 نقاط بصير على كل وحده. ركزي على الاسود. وطبعا بس اناتهم لازم يركزون على اللون الاسود. اللون الاسود، ولكن الوقت جدا مهم. عندهم 45 ثانيه
لازم ما يتعدونها، بعدها على طول راح نحسب كم حصلنا. اختي 45 ثانيه على احنا ناخذ فريقنا، انا اصير في صفها. لا عاد ما يصير، عاد خليك في النص بينهم. لا انا بس بشوف، بس احمسها علشان تقدر تلعب سيد. يلا انا لا اختي ما يصير لان اذا انا كنت معاك انا بتقاسم معاك الجائزه. ممتاز. خلاص نبتدي. نبتدي يلا نبتدي، الوقت عندكم ابتدى من الحين. يلا يلا اختي، واللي سلمك الاسود. لا عب اقول لك حسن، لا تغششها، لا تغششها. انا ما غشش، انا بس مجرد يعني اشرف على اللعبه. شكلك ركزوا، اهم شيء اهم شيء يكون التركيز موجود. هي دشت عندها البيضه. لا لا ما شاء الله، ترى فريقي اقوى والله. لا 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 انا فريقي دخل دخل امورك طيبه اتوقع. وينك طاره؟ طارت الحمراء ما فيها شيء طبعا صح يوسف؟ الحمراء ما فيها شيء، ما فيها شيء. احنا عندنا الحين 15 ثانيه. 15 ثانيه ركزي. 10 لا بس بعد نبي جربي على الاتجاه. الحين شلون الوضع عندك حسن الوقت؟ انا ما شاء الله ترى المتسابقه اللي معي 4 3 2 1. خلص خلص الوقت، خلص الوقت. الحين لازم نعرف الحين شلون الاجواء. المسامحه الفريق اللي عندك ضعيف جدا. لا شلون؟ لا تزعل مني. شلون؟ لا تزعل. طالع هني. كم عندك؟ كم عندك؟ شوف لازم نكتشف. لحظة لحظة، على هاي بنحسبها ولا لا؟ هذه محسوبة، هذه سودة. خمسة خمسة نقول. هادي 10 هذه البيضة. 15 حلو. هذه كم؟ هني سودة. لا هذه بيضة. لا هذه بيضة. فهذه 20 25 موجودة هني، وهذه 35. حلو حلو. 35 35 من يزيد الحين؟ من يزيد؟ لا ولا شيء. دور ما عندك حسن شيء. كيف في تحت شيء مولية؟ افا افا افا. لكن يوسف يعني اللي لاعب من قبل موقف اللعب ولا قيس، والاخت اللي اول مره تلعب معنا كانت خايفه من البدايه. كانت وايد خايفه. ما شاء الله عليك. جوائزهم ممتاز، ما حد عندنا زعلان نفس ما اتفقنا. مثل ما الكل عارف 500 دينار بحريني مقدمه من بابكو انرجيز، وبعد سلطان 250 دينار بحريني مقدم من بابكو انرجيز. مثل ما انتم عارفين ما حد راح يطلع عندنا خسران، اهم شيء تستمتعون معنا. ألف ألف مبروك، تستاهلين فائزتنا، وأيضا الفائز اللي معانا رغم مثل ما قال يوسف طبعا ما في أحد خسران معانا. حلوة اللعبة، برجع لك بعدين. خلاص الحين ترجع لبيتكم. أنا أرجع لحوشي. الله يحفظك حق المتسابقين. يعطيك العافية، مبروك. نرجع لكم حسن ونيلة في الاستديو في بيتكم الثاني. يعطيك العافية يا يوسف، ويعطيك العافية يا حسن. أنا تروالي حسن كان ودي يدش هو يلعب بدل المتسابقين. ما شاء الله أجواء حماسية، الألعاب حلوة، والتفاعل بين الجمهور وبين حسن ويوسف كان فظيع. حسن وينك؟ الحماس كان يعني ما شاء الله. يعطيكم العافية، أنا حبيت الألعاب الحركية مع يوسف في جو مختلف عن جو الاتصالات، يعني حابين نرضي الناس اللي موجودين معنا بالمكالمات وأيضا اللي موجودين. شفتي؟ شفت النساء، طلعوا العنصر النسائي معروف. وكيرم نيلة انا ما اول مره على فكره تلعب. الشهود عيان طبعا، هم شافوا على طول. طبعا مشاهدين اكيد متواصلين معاكم ومع الاتصالات. نرجع نقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا مساء النور. هلا ومرحبا، حيا الله الصوت من معانا. اهلا معاكم مريم الدوي. مريم والنعم فيك. مريم اقول لك كل عام وانت بخير والبحرين بخير. اليوم الاحتفالات الوطنيه شهر ديسمبر، احنا دائما نقول اعياد البحرين غير. وين رحتوا وشنو سويتوا وشنو الاحتفالات اللي سويتوها؟ هل في البيت ولا طلعتوا؟ والله اليوم الله يسلمك رحنا الفود فيستيفال. ايه حلو. كان في واتر جاردن وكان صراحه وايد حلو، تنظيم ممتاز، والجو ما شاء الله بعد وايد كان يعني. وديتوا العيال معاكم اليوم على الاحتفالات؟ رحتوا مع العائله كلكم والعيال؟ ايه استانسوا؟ اي نعم اي نعم. اهم شيء انكم استانستوا. زرتوا لنا في القريه التراثيه ولا للحين؟ لا والله للحين. وما قطيتوا من قبل ان شاء الله؟ لا كذي 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 عاد احنا بنزعل منك، لازم تجينا القريه بعد. لا اكيد اكيد. الاجواء عندنا مختلفه هنا على فكره. لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الله مريم مستعده؟ اي مستعده. قبل ما نسالك اسئلتك خلينا نشوف جائزتك بتكون مقدمه من وين. يلا يا مريم. يلا يلا. وين يرسه؟ من بنك سيكو. يلا مريم من بنك سيكو. يلا ان شاء الله بسم الله راح تكون مقدمه جائزتك. نسال السؤال. نسال السؤال الاول يا بنت الدوي، جاهزه معانا؟ جاهزه
جاهزه. انا قاعد اقول لك من البدايه نبي الفرحه فرحتين اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى. سؤالك يقول كم عدد اعضاء مجلس النواب البحريني؟ تحتاجين خيارات بعد ولا؟ اي والله نقول خيارات مو بغلط. 45 عضو او 30 عضو او 40 عضو مجلس النواب البحريني 40. نشوفهم في الجلسات و... جاوبت اي 40. بس نشوف الاخضر، ابى اشوف الضوء الاخضر. حلو، الضوء الاخضر اعطيناك اياه 200 دينار بحريني. يلا يا مرة. كفو كفو كفو، انا اموت على التشجيع والحماس. معاك جمهور وياك؟ مع البيت، مع البيت كلهم موجودين. ها كلهم موجودين. عجل يلا نسال السؤال الثاني، نبي نفس الصفقه والحماس حق ال 400. ها ان شاء الله. يلا سؤالك الثاني يقول في اي عام تم تاسيس بنك سيكو؟ سمع الخيارات يا مريم. عام 1995 ولا 1994؟ 95. ما احتاج اكمل. لا ما شاء الله، رموا هالخضر. سمعيني الصفقة. ايوه. لا لا احنا بنتحمس دبل، يعني 200 و400. ها يعني صاروا 400 الحين نايل 400. ممتاز السؤال. ان شاء الله ان شاء الله احنا حنعنا على 600 ناخذها ونضمنها، وان شاء الله يطلع لك كذي شايف الطريق مع العيد. قولي امين ان شاء الله. تمام، احنا الحين على طول بنروح حق السؤال الثالث. انت تعرفين انه ما في خيارات، ولكن ما في احد زعلان ولا بيرجع حق النقطه الاولى، لا نواصل. تمام بنت الدوي؟ تمام. نشوف فيديو معاك وبنرجع نسالك السؤال. في العام 1940 افتتح المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة محطة الإذاعة اللاسلكية في البحرين، وهي تعد أول إذاعة تنطلق من الخليج العربي. ورغم أن الإذاعة قد ارتبطت بظروف الحرب العالمية فإنها أغلقت في العام 1945. وفي العام 1955 تم افتتاح إذاعة البحرين رسميا بحضور صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة. السؤال يقول متى تأسست أول إذاعة في البحرين؟ مريم 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 هلا. وياك؟ اي وياك. يلا اسالك سؤال، سمعتي الفيديو؟ اي سمعته. كفو عليك. سؤالك يقول متى تاسست اول اذاعه في البحرين؟ 1941. قصري سنه؟ و40. 1940. واقول لك اجابتك صحيحه و600 دينار. يا سلام يا مريم، يا سلام عليك يا مريم، 600 دينار من بنك سيكو من الراعي اللي معانا اليوم. الف مبروك. حلوين ال600؟ حلوين يا مريم. نبي زياده بعد. الحين قلنا الفرحه فرحتين يا مريم، الطمع مو بزين. مبروك عليك ال600. ألف ألف شكر طبعا من بنك سيكو، كانت هذه الجائزة لك، يعطيك ألف عافية. وإن شاء الله الفال والفوز حق المتسابقين اللي بعدك. وهذه فرصة نحيي أيضا مدير الإذاعة طبعا الأستاذ يونس سلمان بغلا، إذاعتنا جدا جميلة بكل الموجات، يعطيهم ألف عافية. وأيضا قاعد يقدمون تغطيات جميلة في العيد الوطني كل زملائنا اللي موجودين في الإذاعة، شكرا لكم. أكيد نشكر الجميع، وإن شاء الله الكل يكون معنا فرحان. بس نحب ننوه على شغلة بسيطة عشان الكل يكون عارف، الألعاب الحركية اللي موجودة هنا في القرية التراثية الجميع من زوار القرية التراثية ممكن أن يكون مشارك معنا. على طول من تدخلون من عند الباب بتلاقون طريقة الاشتراك من عند البوابة، على طول تسجلون، وإذا فالكم طلع زين إن شاء الله بتكونون معنا وبيتم السحب على اسمكم، وبنكلمكم وتكونون موجودين معنا في الحوش مع يوسف ومريم. سهل الموضوع، صورتنا، صورتي وصورتنا اللي محطوطين، بتشوفون ويوهنا، بتشوفون ويوهنا وهناك الباركود على طول تدخلون فيه معلوماتكم مثل ما قالت لكم نيلة. يعني حتى الناس اللي موجودين معنا في القرية ما نبي حد يزعل، تقدرون تشاركون في الألعاب الحركية مع يوسف ومريم وإحنا بالاتصالات، يعني اللي في البيت واللي معنا الكل بيكون فرحان بإذن الله. صار وقت نرجع حق المكالمات. يلا ناخذ اتصال نقول الو مرحبا مساء الخير. الو يا هلا. هلا وغلش، ما شاء الله من معانا؟ عايشة برشيد. عفوا؟ عايشة. عايشة. عايشة برشيد. عساك على القوة عايشة، شلونك؟ يسلمك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن.
منورين يا نوركم. حبيبتي نوركم وكلامكم الطيب والحلو وفرحتنا فرحة العيد معاكم اكيد غير باذن الله. عايشه باذن الله، الله يحفظ البحرين واهلها ان شاء الله. اللهم امين ويحفظنا كلنا ويحفظكم يا رب. عايشه يا رب. طلعتوا نعم. رحتوا مكان، رحتوا العاب ناريه، رحتوا الفعاليات اللي في الديره؟ احنا عندنا احتفال ان شاء الله باكر في البيت، الاهل كلهم متجمعين. يا سلام احنا معزومين اني هي اول الناس سو اسوي عقب البرنامج عشان نلحق نيكم. يسلمك الرحمن ان يعني شاء الله. يعني باكر عايشه الزينه والاغاني البحرينيه اللي تغزل بالوطن. اصلا كلنا متجمعين عشان نجهز. يا سلام سويتوا كيكه عليها العلم؟ اي اي ان شاء الله. شيلونا عاد انا ونيله هات وصلونا للقريه مالي شغل. لا قلنا معزومين خلاص بس نروح. عارفين وين مكانكم؟ بعيد ولا قريب؟ احنا اهل الرفاع. والنعم خوش. والنعم بس قريب قريب باذن الله قريب. حفت حصى عايشه. خلينا نشوف معاك الاسئله ان شاء الله. وجائزتك بتكون من وين؟ ان شاء الله. خليك جاهزه معنا. يلا يا عايشه. يا سلام عليك يا عايشه. اسئلتك طبعا والجائزه بتكون من بابكو انرجيز. يلا عايشه جاهزه؟ اي جاهزه باذن الله. يلا جاهزه نروح حق اول سؤال. سؤالك يقول اطول شارع في مملكه البحرين. بعطيك خيارات. اوكي بعطيك خيارات. سمعيني؟ اي وياك. اوكي. شارع الاستقلال، شارع الملك حمد، ولا شارع الفاتح؟ شارع الملك حمد الله يحفظه. شارع الملك حمد حفظه الله ورعاه. وهذه 200 دينار في رصيدك. الحمد لله. هلو عايشه وافري الاولى لان بصير ان شاء الله. اوه اسئله مستانسين باذن الله. ابي تزيد شوي شوي واحده واحده. عايشه بنواصل مع بعض. 200 صاروا عندك باذن الله. بنروح على ال 200 الجديده تمام؟ يلا. سؤالنا هالمرة عن راعي المسابقة هذه والفقرة هذه تمام؟ أوكي. سؤال يقول ما هو الشعار الجديد لمجموعة بابكو انرجيز؟ الخيارات اللي عندك لندوم معا، طاقة لأجيال قادمة، أو مستقبل الطاقة. بيبتدي معاك الوقت. أبى أشوف لون خضر، أبى أشوف الأجيال كلها اللي معاك تكون مستمتعة. خير الأمور. أبي الأجيال اللي معاش تكون مستمتعة يا عايشة. لندوم معا أو طاقة لأجيال قادمة أو مستقبل الطاقة. عايشة طاقة الأجيال القادمة. يا سلام عليك شفنا الضوء الخضر حلو. 400 صاروا معاك. يا سلام عليك يا عايشة حلوين. الحمد لله زادت. الحين شفتي نايلة شوي زادت. زادت يعني الثالثة بتصير أزيد. هذا هاي اللي احنا نحبه، نبي نسمع الحماس. وبصراحة ما شاء الله تبارك الرحمن ترى من بداية البرنامج ماري إذا لاحظ العنصر النسائي مكتسح. اي حتى في الحمد لله دائما مكتسح العنصر النسائي. لا حتى في اللعبة الحركية فازت. حتى في اللعبة الحركية العنصر النسائي. عايشة الله يحفظك إن شاء الله. سمعي سمعي إن شاء الله هالفيديو. الدكتور يوسف محمد بيقول لنا معلومات وبنرجع نسألك السؤال من الفيديو. تشكلت أول بعثة طبية ترافق حجاج البحرين في العام 1964، وتألفت البعثة من 18 شخص، وكان منهم الأطباء والصيادلة وموظفين وسواق وعمال وطباقين، وكان يرأس البعثة الدكتور راشد فليفل. سؤال يقول متى تأسست أول بعثة طبية ترافق الحجاج في البحرين؟ عاش على طول السؤال وسمعناه من الدكتور يوسف. متى تأسست أول بعثة طبية ترافق الحجاج في البحرين؟ ابتدى معاك الوقت. 1900 وهي في الستينات. أعطيني خيارات. 1964. 1964 بنشوف اللون الأخضر 100%. 600 يا عايشة. وين الصفقة حق 600؟ لا حلوين في صوت في صوت. لحظة عايشة ما قصرت. عايشة يا هلا سمعيني الصفقة حق الستمية مرة ثانية. يلا يلا سمعنا الصفقة. صفقة الأجيال القادمة. نيلة ألف مبروك عليكم يا عايشة. 600 دينار. يعطيكم
الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك يا حبيبتي. 600 دينار مقدمة من بابكو انرجي تستاهلون يا عايشة، واحنا فرحانين، الله يشهد بفرحتكم. صحيح. واكيد مستمرين مع المتصلين، نرجع نقول مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، هلا ومرحبا، من معنا؟ عبد الله حامد. عبد الله والنعم، اخيرا سمعنا العنصر الرجالي. استمع العنصر الرجالي فصار الاتصال عليه. عبد الله كل عام وانت بخير والبحرين بخير، شلون تجهيزاتكم حق الاعياد الوطنيه؟ افو عبد والله نطلع ونستانس، الاجازه حلوه. الاجازه اكيد حلوه، هل زرتوا احد الفعاليات اللي موجوده في المملكه؟ اي كنت في القريه التراثيه ورجعت حق البرنامج. جميل جميل جدا، يعطيك العافيه. ما شاء الله كنت موجود معنا يعني. حلو. الله يعافيك. ما شاء الله، هذه فرصه حلوه. نعم. مثل ما قلنا ان زوار القريه التراثيه ممكن انهم يشاركونا في الالعاب الحركيه. صحيح. وسبحان الله ايضا الاتصالات. صحيح. محظوظين احنا. عبد الله جاهز؟ اي نعم جاهز. دامك جاهز، يلا نشوف اسئلتك بتكون مقدمه من وين؟ أسئلتك يا عبد الله بتكون مقدمة من بنك السلام. بنك السلام بتقدم لك هذه الجائزة بإذن الله، إن شاء الله نوصل مع بعض يا عبد الله لل 600، وأول سؤال راح يكون معي. سؤالك يا عبد الله عن ممثل بحريني. تابع الأعمال البحرينية ولا أكثر شيء الأجنبية؟ لا تزعلني. لا تابع بس مو وايد يعني. ممتاز، ما عليش. بنتكلم وبنعطيك الخيارات. يقول لك ممثل بحريني راحل. أدى دور الباز في مسلسل سوالف أم هلال، وهذه فرصة نحيي فنانتنا الجميلة سلوى بخيت حبيبة الكل. حبيبة القلب. من هو هذا الفنان؟ هل هو الفنان الراحل جاسم شريدة، أو الفنان الراحل محمد العواد، أو الفنان الراحل علي الغرير رحمة الله عليهم كلهم؟ من نقول؟ نشيل علي الله يرحمه، كان معروف في طفاش. عندك ما بين جاوب الفنان جاسم. حلو، راح يعطيك العافيه. 200 دينار في حسابك. طبعا الفنان جاسم شريده قدم اعمال جدا جميله، من جداً. ضمنها مسرحيه البراحه، وايضا زوج الفنانه شفيقه يوسف. الموجه له تحيه ايضا، يعطيه الصحه والعافيه ورحمه الله عليه. عبد الله. نعم. وياي. نعم الله عليك عبد الله، وين الحماس؟ ترى 200 دينار وحين رايحين على 400. موجود الحماس. يا دام موجود ابي اسمع الحماس في ذي السؤال. عبد الله بتزعلني. يلا ان شاء الله. بتزعلني. عبد الله وياي؟ عبد الله تسمعني؟ انت تسمعني من التليفون ولا من التلفزيون؟ لا من التليفون. اوكي، دام تسمعني من التليفون طمنتني، خلني اسالك السؤال الثاني وركز معاي. سؤالك يقول: ما هي آخر خدمة تم إضافتها إلى تطبيق بنك السلام؟ هذا السؤال. نسمع الخيارات عبد الله؟ نسمع. يلا. هل تحويل الراتب، ولا زيادة مبلغ التمويل الشخصي، ولا السلام للاستثمار؟ وعاد هذا السؤال لازم يكون عندي. كان على طول نايلة. زيادة مبلغ التحويل الشخصي. زيادة مبلغ التمويل الشخصي، وخير الأمور الوسط، وهذه 400 دينار في رصيدك يا عبد الله. جميل جدا عبد الله، شفنا الضوء الأخضر مرتين، ونبي نشوف الضوء الأخضر في المرة الثالثة عشان تكون الفرحة فرحتين. تمام؟ الحين صار عندك 400 دينار عبد الله. بنشوف فيديو معاك، ومن عقب الفيديو بنسألك السؤال اللي ما راح يكون فيه أي خيارات، تمام؟ ركز على الفيديو. تعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية في التنظيم الإداري، فقد أنشئت في العام 1919 أول بلدية، وهي بلدية المنامة. ويعتبر القانون الصادر في عام 1920 بإنشاء بلدية هو أول نظام قانوني للبلديات في البحرين. ويحدد القانون هدف النظام البلدي بأن حفظ الصحة ورفاهية وصلاح السكان، وقد كلف بإدارتها آنذاك مجلس بلدي مكون من 8 أعضاء تم تعيينهم من قبل الحكومة. سؤال يقول: في أي عام تأسست البلدية في البحرين؟
عبد الله وياي؟ عبد الله؟ اي نعم وياك. سمعت السؤال؟ اي نعم سمع. انزين، انا برد اعيد السؤال، ما بيكون في خيارات، بيكون في 30 ثانية واحتاج منك إجابة. يلا نسأل السؤال عبد الله. في أي عام تأسست البلدية في البحرين؟ 1919. وأقول لك 600 دينار يا عبد الله، عليك بألف عافية. مبروك يا عبد الله، 600 دينار المقدمة من بنك السلام، يعطيك العافية وإن شاء الله تكون فرحان معانا بهذه الجائزة. شكرا لك عبد الله. شكرا لك عبد الله، وأكيد نرجع نبارك لجميع المتصلين والمشتركين معانا من خلال الاتصالات، وأيضا نبارك للي فازوا في الألعاب الحركية. نرجع نقول حق المشاركين، ونرجع نقول للناس شلون طريقة الاشتراك في الألعاب الحركية عندنا في القرية التراثية. طبعا الزوار اللي موجودين عندنا في القرية التراثية مثل ما تشوفون ما شاء الله الأجواء حماسية جدا. خبرناكم كل اللي يجون عندنا في القرية وكل اللي يزوروننا في القرية يقدرون أنهم يشاركون في الألعاب الحركية. أول ما تدخلون عند البوابة شنو في؟ أول ما تشوفون الصورة اللي محطوطة، صورة أنا ونايلة نفس ما قلنا لكم بالشرح البسيط، تشوفون باركود على طول، بس سكان من التليفون، بتدخلون تحطون معلوماتكم كلها، من بعدها بيتواصلون معاكم بإذن الله تكونون من المشاركين معانا بالألعاب الحركية وتفوزون بالمسابقات الحركية اللي قاعد يقدمونها يوسف ومريم. ألعاب حلوة شعبية خفيفة، فيها أرواح، فيها حالة من الحماس، نبيكم أنتم تلعبون معانا. القرية ما شاء الله نايلة يعني عمار، يعني اليوم الثاني اليوم من الافتتاح، أمس احنا كنا موجودين في التحضيرات، اليوم العدد صار بشكل جدا كبير. نتمنى ايضا ندعو الناس ان يجون يشوفون هالقريه الجميله بتفاصيلها بالمعالم اللي موجوده في ديرتنا كلها في مكان واحد. يعني انا اشوف المكان حلو حق التصوير، المكان حلو الواحد بيرجع يتذكر ذكرياته الجميله، الفعاليات اللي موجوده، وايضا المشاركين قاعد يقدمون اشياء جدا جميله من خلال القريه اللي قاعد تشوفونها معنا مشاهدينا. اكيد كل الشكر موصول لوزاره الإعلام على هذه القرية الجميلة وعلى هذه الفعالية الحلوة اللي اليوم ممكن نقول تسعد الجميع من الكبير والصغير. طبعاً إحنا مستانسين بفرحتكم بالفوز والجوائز. طبعاً واجب علينا مشاهدينا نشكر الرعاة المساهمين في هذه المسابقة، الراعي الذهبي باكو أنرجيز، الراعي الفضي بنك البحرين الوطني، الرعاة البرونزيين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنك سيكو، بنك السلام، ومقاولات الكهجي للكهرباء والإنشاء. احنا خذينا وقتنا مع المتصلين نيلة والاتصالات والإجابات الجميلة وأيضا الجوائز الرائعة من الرعاة، بس صار الوقت الحين نرجع نشوف الأجواء واللعبة اللي بتكون مع مريم هالمرة، وبنتعرف على المتسابق اللي معاها. من أكيد راح يكونوا متسابقين اثنين بتنافسون على لعبة واحدة هالمرة، عاد ما أدري العنصر النسائي معاها بيفوز أو الرجالي، راح نشوف. مريم يعطيك العافية وننتقل لك الحين. شكرا حسن، المتصلين طبعا معاكم سوين اجواء وايد حلوه، لكن الحين بتشوفون اجواءنا الحماسيه اكثر واكثر مع زوار القريه. والحين بنلعب معاكم لعبه الجفير، وهي يتنافس فيها طبعا متسابقين اثنين برمي اكبر عدد من الكور داخل الجفير. ونرحب طبعا بالمتسابقين، مساكم الله بالخير، يا هلا تفضلوا وحياكم. اهلا اهلا وسهلا، يا هلا يا هلا فيكم، شلونكم؟ زينين؟ تعال حياك، شلونك؟ زين؟ شو اسمك؟ سعد علي الأسرار. سعد؟ معانا سعد ومعانا؟ دانا. معانا سعد ومعانا دانا، حياكم الله يا سعد ويا دانا. شلون الأجواء في القرية عندكم؟ حلوة. حلوة، مستمتعين معانا؟ يا هلا يا هلا يا هلا. دانا بس احنا اليوم بعد مرة ثانية نبي نسألهم، دانا شلونك؟ عساك طيبة؟ مستانسين احنا بشوفتكم هني في القرية؟ مستانسين. اي عليك يا حبيبتي، كل عام وانتم بخير والبحرين بخير. وانت بخير. دانا أول مرة تجينا القرية؟ لا والله. متى جيتي من قبل؟ من قبل جيت يعني يمكن كل مرة نيجي في الأعياد الوطنية. الله يحفظنا. زين نشوف سعد مع مريم. أهلا يا سعد، يلا.
شلونك؟ زين. بخير؟ إيه. أول مرة تي القرية؟ إيه. أول مرة؟ تحب القرية؟ إيه. حبيتها وايد؟ إيه. سعد ما نسمعك. شو هاللبس الحلو؟ وايد حلو لبسه اليوم. شلابس؟ شنو اسمه ذي اللبس اللي أنت لابسه؟ أشوف. كلهم هذه الثوب لشلحات. الثوب صح؟ كلهم هذه الثوب لشلحات. يلا قول. المشاهدين. الثوب. الثوب لشلحات. والغترة صح؟ الغترة صح. الحمراء. بتفوز اليوم؟ إيه؟ بتفوز. إيه؟ بتفوز ولا دانا بتفوز عليك؟ من بيفوز؟ أنا. أنت؟ أنت ولا دانا؟ أنا. هو بيفوز. بنشوف من بيفوز اليوم. إن شاء الله بنشوف من بيفوز اليوم. طبعاً أكيد بنشوف اللعبة. ما عرفتيني على اللعبة مريم، خلينا نشوفهم وين بيوقفون. أكيد طبعاً راح يوقفون المتسابقين الاثنين هني. حياكم. تعالوا. حياك سعد. هناك سعد. أيوة. طبعاً اللعبة إيه سعد هني صح مكانك. شاطر. سامحيني دشيت عليك عرض غرت. حياك البيت بيتك. في الحوش ذي وقلت لازم. البيت بيتك يا نيلة. البيت بيتك. زين أوقف أنا هني عند سعد. أوقف عندك سعد. ألعب وياك ولا بتلعب بروحك؟ بروحة. ألعب بروحي. يلعب بروحه. يلا شنو اللعبة؟ طبعاً قبل اللعبة خلينا نشوف الجوائز من وين. يلا نشوف الجوائز مقدمة من وين. الجوائز مقدمة من بنك البحرين. الجوائز مقدمة من بنك البحرين الوطني. اليوم طبعاً ما بيكون عندنا ولا أحد خسران. أوكي. يلا نلعب. راح نلعب والفائز الأول طبعاً بحصل على 500 دينار بحريني، والفائز الثاني راح يحصل على 250 دينار بحريني. يلا مريم عاد هالمين وين وقف. من راح يفوز؟ من بيفوز؟ أنت؟ ها دونا. لا إن شاء الله أنا أفوز. يلا نشوف من بيفوز. يلا جاهزين في وقت؟ يلا يا حلوين مستعدين؟ يلا. أكثر حماس مستعدين؟ مستعدين. أكيد مستعدين. يلا مستعدين. عاش الولد. مستعدين. أيوة يلا مستعدين. يلا واحد ولا عندك؟ يلا الوقت عندنا الوقت. يلا نبتدي. واحد اثنين ثلاثة. أيوة فوق أكثر. ركز حاسبة على مريم. أيوة. يلا هني. أيوة. هني ركز هني. قام يسكر عليك. هني عاش سعد. من بيفوز؟ عاش دانا. فوق أيوة. عاش سعد. هني عاش دانا. أيوة ها دانا كم واحدة. ركز هني فوق سعد. فوق فوق يا سعد. سعد مستونس على الكوار. سعد فرحان وإحنا فرحانين. يلا ستوب. خلص الوقت. عشر ثواني. يلا زيادة عشر ثواني. يلا أكثر أسرع. عاش دانا. عاش سعد. خلاص انتهى الوقت. انتهى الوقت عندنا. من بيفوز؟ من فوز؟ أنا. أنت فزت. صح أنت فزت. بس كم حصل جائزة؟ أكيد. كم حصل؟ أقول لك أغششك كم حصل جائزة؟ أوكي أول شيء تعالوا هني بنغششكم. تعالوا يمنا. تعالي دانا. تعال سعد. تعال أشوف هالزي الجميل. الله شزين. خلي الناس تشوف كشختك. دانا وسعاد يلا قولي لهم الحين جوائزهم. طبعا اول شيء ما دخلت ورا ولا كوره. ها بلا بس انت ما شفتي. ما شفت كلش. انا ما شفت. انزين ودانا دخلت وايد كور ما شاء الله عليها وكانت مركزه. بس بعد ما عندنا اليوم احد خسران صح. قول صح. صح شاطر. طبعا ما عندنا مثل ما قلنا احد خسران اليوم. الجائزة الأولى 500 دينار بحريني والجائزة الثانية 250 دينار بحريني مقدمة من بنك البحرين الوطني. هذه كانت أجواء لعبة الجفير ومبروك للي فازوا. ومبروك يعني دانا حصلتي 500 دينار. عليك بألف عافية. الله يعافيك. وسعد كم حصلت؟ 250 دينار. عليك بالعافية. شو بتسوي فيها؟ بتلعب فيها؟ عادي ألعب وياك؟ عادي؟ إيه. الحمد لله ربحت.
وانا بعد وناسة كريم سعد. كريم يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. مشكورين وما قصرتوا على حضوركم ومبروكين، يعطيكم العافية. طبعا اكيد بنرجع حق زميلي حسن في الاستديو، نرجع لكم. إيه؟ وسمحي لي انا بعد دشيت عليك عام البيت بيتك، بس برجع حق زميلي حسن في الاستديو الحين. نرجع لكم العافية مريم ونيلة، يعني مع المتسابقين دانا وسعد. نفس ما قلنا ما حد بيكون خسران معانا في مسابقاتنا اليوم، واكيد مع فرحة العيد الكل بيكون فرحان معانا. 500 دينار كانت الجائزة الأولى، وأيضا سعد حصل على 250. بس سعد عندي عتب، صارت لعبة سلة ما شاء الله ولعبة الجبين. يعطيكم العافية. طبعا مشاهدينا مستمرين معاكم، مثل ما قلنا هناك في ألعاب حركية، ولكن أسئلتنا ما يصير أسئلة من غير ما توصل نيلة اللي وصلت الحين. نيلة يعطيك العافية. الله يعافيك. شلون كانت اللعبة حماسية؟ والله ايش رايك؟ بس سعد ما شاء الله قاعد يسكور، كنا اقول لك لاعب سلة. سكور على مريم تسكور. المفروض ان شاء الله يكون من اللاعبين السلة يعني شوي. الظاهر والله ما شاء الله عليه. بس حلوة هالألعاب الحركية. وايد يعني انتوا قاعد تلعبون على فكرة، وانا مبتسم طول الوقت قاعد اشوف اللعبة والتفاعل اللي موجود. مستانسين مستانسين مستانسين، وفعلا يعني تحس الأجواء هناك، والكل ترى خلف الكواليس يشجع. إيه متحمس. يعني صدق جمهور موجود هني. أنا جربت الشعور مع يوسف لما كنا في البداية، والحماس اللي كان موجود، والكل فايز معنا سواء في المسابقات الحركية، ما حد بيطلع زعلان معنا. وغير الاتصالات. أكيد. نرجع للاتصالات. يلا. أصدقائنا. عندك. قاعدين يطرون. ألو مساء الخير. يا هلا مرحبا. ألو. عليكم السلام، من معنا؟ معكم فيصل. عفواً. فيصل. فيصل شلونك؟ العام والبحرين بخير وانتم بألف خير. والله احنا شاركنا ان نحب برامجكم، وغير كذي نحب نبارك للقيادة الرشيدة بحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى المعظم. الملك المعظم بمناسبة العيد الوطني المجيد اللي كلنا تغبرنا البهجة والسرور فيه، والبحرين كلها هاليوم مستانسة. البحرين كلها. البحرين كلها فيصل تتغنى خصوصا في شهر ديسمبر وتغزل بالبحرين ومملكتنا الحبيبة. يعطيك العافية فيصل. طبعا انت تابعت الحلقة من البداية، تشوف طريقة الأسئلة شلون والإجابات وقيمة الجائزة. تابعت. حلو. زي خلنا الحين نشوف سؤالك راح يكون من وين، وأيضا جائزتك مقدمة من وين إن شاء الله. يلا يا فيصل. يلا يا فيصل، أسئلتك بتكون مقدمة من مقاولات الكهجي للكهرباء والإنشاء، وأول سؤال مع نيلة. يلا إن شاء الله تستبشر خير يا فيصل معاي في أول سؤال، وسؤالك جداً سهل. جاهز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالك يقول: سباق للخيل يعتمد على القدرة والتحمل، ماذا يطلق على هذا السباق؟ تحتاج خيارات؟ السباق القدرة. سباق القدرة، هذه من غير خيارات، وأنا أقول لك هذه 200 دينار عليك بالعافية. عليك بالعافية 200 دينار الأولية. يعطيك العافية فيصل، 200 دينار وصارت في حسابك أكيد، وبيبقى عندنا 200 وبعد 200 بإذن الله. ننتقل حق السؤال الثاني اللي تكلم عن الرعاة. طبعا رعاة هذه الفقرة. السؤال يقول: متى أنشئت شركة مقاولات الكهجي للكهرباء والإنشاء؟ الخيارات يعني متقاربة، عليك أنت تعرف الإجابة. سنة 1975 أو 74 أو 76. ممكن تعيد الخيارات؟ سنة 1975 أو 74 أو 76. خير الأمور الوسط. 74. تشوف الأخضر. حلو، الضوء الأخضر طلع لنا معاك. 400 دينار عندك يا فيصل. يرفرف يرفرف الأخضر. الحين نبي الأخضر حق الثالثة. بإذن الله. بإذن الله. طبعا مثل ما شفت وتابعت من بداية البرنامج، عندنا فيديو بسيط معلومات حلوة يذكرها لنا الدكتور يوسف محمد، نتابعها معاك وبعدها نسألك السؤال. سافرت أول بعثة دراسية من البحرين للخارج في العام 1928 متوجهة للجامعة الأمريكية في بيروت، وهم 9 طلاب. سؤال يقول: في أي عام طلعت أول بعثة تعليمية في البحرين؟ فيصل.
شفنا السؤال، في أي عام تم ابتعاث أول بعثة من الطلاب إلى الخارج؟ 1900 وشيء. 1928. 1928. الفرحة فرحتين، 600 دينار معاك يا فيصل، مبروك. على فكرة الله 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 يا سلام، صفقة 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 يا فيصل. 600 و800 نايلة. فيصل 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 اختفيت؟ فيصل اختفيت؟ لا لا موجود وياكم. موجود؟ وياكم. شفت طلع لك البونس، حصلت 600 دينار وأيضا فوقها 800 دينار، كم صار في حسابك يا فيصل؟ العد السريع. 600 وفوقها 800. إيه؟ يعني؟ 1400. 1400 دينار يا فيصل. مبروك يا فيصل. مبروك عليك. ما تقصرون، وإحنا يعني صدق غمرتونا بالبهجة، بهجة اليوم الوطني. عسى دوم، عسى دوم، عسى دوم يا فيصل. مشكورين وما تقصرون. عسى دوم يا فيصل وتستاهلون. ومبروك عليك ال 1400 دينار المقدمة من مقاولات الكوهجي للكهرباء والإنشاء. هذه بعد فرصة نيلة يعني نشكر أو الرعاة. نوجه التحية حق كل الرعاة اللي كانوا معنا في 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 هذه الفرحة، فرحة العيد، وأيضا أن يشركون معنا الناس بهذه الفرحة. وأيضا فرصة نوجه تحية حق كل الطلاب المغتربين في الخارج اللي قاعد يرسون عشان يرفعون اسم البحرين في العالي. يمكن هم مو موجودين معنا في هذه الأعياد، بس قاعد يتابعون تلفزيون بحرين تحديدا في هذا الوقت علشان يعيشون معنا أجواء العيد الوطني. تحية لكم، وإحنا ناطريكم ترجعون بالشهادات وترفعون راس البحرين في العالي. صحيح عدانا، يعني بالذات هذه الفقرة يعني اللي قلتها وهذه الجملة اللي قلتها لامستني، لأن في يوم من الأيام كنت في خارج البحرين وحسيت فعلا بهذه الحنين وبهذه الشوق، خصوصا في شهر ديسمبر. احنا من 1 ديسمبر نحتفل بالبحرين، نحتفل بيوم المرأة البحرينية، وبعدها نبتدي ندخل على الأعياد الوطنية. فدائما عندنا البحرين من أول ديسمبر احتفالاتها غير، صحيح، وشعورها مختلف. صحيح، فإنك تكون مغترب ومو موجود بين هلك وبين الناس اللي يعرفون أن أنت مستانس في هذا الشهر وحاس بالوطنية والانتماء وأنت بعيد، يعني صدق شعور يعني مو حلو. حلو هو حلو مر، يعني انك تكون بعيد، بس بعد هذه فرصه نوجه تحيه حق وزاره الاعلام اللي يعني متواجده بكل مكان، يعني توصل مثل ما قلت تلفزيون العائله فعلا. يعني وين ما انت تكون، مسافر ولا موجود في الديره، تقدر تشاركنا الاجواء وتشاركنا كل الفعاليات الجميله. واليوم ايضا فعاليتنا في القريه التراثيه مختلفه جدا بالمسابقه اللي موجوده معاكم. هدفنا ان احنا نسعدكم، نفرحكم، تعيشون فرحه العيد الوطني، وبعد تعيشون معنا فرحه الجوائز المقدمة من رعاة البرنامج، رعاة هذه المسابقة اللي لهم جزيل الشكر أنهم فعلا ساهموا في فرحة الناس والشعب البحريني معنا اليوم. طبعا أكيد نرجع نذكركم مشاهدينا أنه مو بس بالاتصالات تقدرون أنت وتشاركون معنا وتكونون من الربحانين، والجوائز ما تقتصر فقط على الاتصالات مثل ما شفتوا. عندنا ألعاب مختلفة في القرية، طريقة المشاركة فيها جدا سهلة، تزورونا في القرية التراثية، موجودين احنا اليوم وموجودين باكر، وبنكون موجودين معاكم بعد باكر ان شاء الله. طبعا تيون على طول عند الباب مثل ما قال لكم زميلي حسن، بتشوفون صورتنا عند الباب على طول، فيها كيو ار كود تسوون له سكان وتقدرون ان انتم تدخلون معانا المسابقة الحركية، وممكن تكونون موجودين مع يوسف ومريم. والألعاب تختلف ها على فكرة، اي من يوم ليوم. اي ولا ومساعة كان كيرم، راح بعقب شوي صار جفير، نشوف بكره بعد شنو راح يكون عندنا. اكيد هذه فرصة انتم تعالوا لنا القرية، استمتعوا بالاجواء الموجودة في القرية، بعد يمكن احنا نشوفكم، نتصور معاكم، نستانس ونبارك لكم بالعيد، وتباركون لنا بعد بالعيد الوطني. اكيد مستمرين معاكم ومع اتصالاتكم ومع المسابقة الجميلة. ونرجع للمتصلين ونقول الو، مساء الخير. مساء النور، يا هلا والله. هلا ومرحبا، من معانا حسن قلاط معاكم. حسن نورين، النورين شلونك؟ النور والنعم السمي. يا هلا يا هلا، تسلم يا حسن. الله يسلمكم، شلونك؟ ان شاء الله مبارك عيدكم، عسى عيد، عسى عيد وطني خير والله. اللهم امين. والله ان شاء الله يهني جميع الموجودين ان شاء الله. وياك الغالي، تسلم. اكيد نهني كافه الشعب البحريني وايضا حكومتنا الموقره بهذا العيد الجميل اللي نحتفل فيه في مملكتنا الغاليه، وكل عام ومملكتنا في عز وازدهار وامن وامان ان شاء الله يا حسن. اللهم امين.
حسن ان شاء الله مستعد حق الجوائز؟ ان شاء الله ان شاء الله. مستعد حق الاسئله؟ ان شاء الله باذن الله. مستعد حق الاسئله؟ مستعد مستعد افعالي. يلا دام مستعد خلينا نشوف اسئلتك مقدمه من وين. يلا يلا اسئلتك يا حسن بتكون مقدمه من شركه الخليج لصناعه البتروكيماويات. حلوين. والسؤال الاول بيكون عندي حسن السمي. وياك نبي الفرحه مع بعض ان شاء الله. ها ان شاء الله. انا من بدايه الحلقه اقول نبي الفرحه فرحتين. نروح حق السؤال الاولي. سؤالك يقول اول رئيس لمجلس النواب في تاريخ مملكه البحرين. عندك 45 ثانيه بعطيك خيارات. هل هي السيده فوزيه زينل او الدكتور احمد الملا او السيد خليفه الظهراني؟ عندك ثلاث اختيارات. نبي نشوف الضوء الاخضر. حسن شو تقول؟ سيده فوزيه زينل او الدكتور احمد او السيد خليفه الظهراني؟ السيد خليفه الظهراني. نشوف اللون الاخضر. حلوين طلع لك الضوء. 200 دينار صاروا عندك يا السمي. حسن هلا. ها عجبني الحماس. هذه الهلا ابيك نفس الطريقه تجاوب على السؤال الثاني. اتفقنا؟ ان شاء الله. كفو عليك لان حلوين ال 200 نبيهم يصيرون 400 ونبيهم يصيرون 600. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يلا سؤالك يقول في اي منطقه من مناطق المملكه تقع شركه الخليج لصناعه البتروكيماويات؟ اعطيك خيارات. إيه نعم. يلا هل في الزلاق ولا في الرفاع ولا في سترة؟ زلاق الرفاع ولا سترة؟ سترة 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 سترة. أيوة لا حسن قام يلحن قام يلحنها. سترة سترة مع سترة صارت 400 حسن. نواصل حسن نواصل. لا تقول لي تبي تمشي ما في. لا تقول لي بتمشي ما في. بنواصل حق ال 600. حلوين ان شاء الله ان شاء الله. تمام ابو علي بنشوف معاك الحين فيديو من بعده بنرجع نسال السؤال. ركز عدل. حلوين يلا. يعد معرض الجواهر العربيه من اكبر وارقى المعارض للمجوهرات في الشرق الاوسط، وهو يعتبر منذ انشائه في عام 1992 الوسيط المثالي بين التجار والمشترين وهواة جمع التحف من جميع أنحاء هذا القطاع الاقتصادي المهم. واحتضنت البحرين بنجاح باهر مؤخرا معرض الجواهر العربية اللي يقيم في معرض البحرين العالمي للمعارض، وشارك فيه أكبر المؤسسات العالمية العاملة في مجال المجوهرات والساعات، وشارك فيه 650 متجر من 30 دولة بأحدث ما شهدته صناعة المجوهرات والساعات من أعمال فنية فاخرة. سؤال يقول متى أقيم أول معرض للمجوهرات في البحرين؟ حسن يا حسن معاي. حسن معاك معاك. ايه انا ابي اقول لك مبروك ال 600 واسالك السؤال. ايه تفضلك. يلا زاد فضلك. سؤالك يقول متى اقيم اول معرض للمجوهرات في مملكه البحرين؟ 1992. شو اقول له؟ يقول لك مبروك اكيد ال 600. يا سلام عليك ابو علي. 600 دينار مقدمه من شركه الخليج لصناعه البتروكيماويات. لحظه لحظه غير ال 600 طالع شنو على الشاشه؟ 1000 على ال 600. 1600. ايش قلت أوه لك انا؟ اوه لا ابو علي حظك تبارك الله. قالت لك نيله قالت لك. حسن رد سمع. كلها من خيركم ان شاء الله. كلها من خير هالبلد والله. صحيح. وتستاهلون لانكم تستاهلون فالخير كله موجود في مملكتنا الغاليه لاهل الخير. دام عزك يا وطن. دام عزك يا رب. يا وطن. اللهم امين. الف مبروك عليك يا حسن. يسلمون عليك اللي وياي. تحيه لهم كلهم يعطيهم العافيه. الله يسلمك. بعد لا ينساهم الحين عاد بسويت حركات عزيمه لا تنسبوا علي. الحمد لله الحمد لله. يعطيك العافيه.
تستاهل يا حسن. مشكور مشكورين. الله يدوم هالفرحة. كم تسوى هالفرحة؟ اي والله. اي والله العظيم الفرحة. الحماس والسعادة اللي قاعد نشوفها مع مشاهدينا، هذه الفرحة اللي نحس كأنها فرحتنا احنا. اي والله. اي والله العظيم، يعني احنا من التحضيرات من امس واحنا قاعد نحضر قاعد نحس بهذا الشعور الجميل، ليه ما اليوم فعلا كنا معاكم، وهذا الشعور متواصل وبيتواصل بكره وبعد بكره باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله، ويعني ما بيطلع معانا احد خسران مثل ما شفتوا. صحيح. سواء عندنا في المتصلين ولا حتى في الالعاب الحركيه، الكل معانا ربحان. ربحان والبونس ما شاء الله كل ما لا يعلى. كل ما لا يعلى، انا متفاجئه ترى. والله احنا ترى على فكره فعلا ما ندري متى بيطلع البونس، ف نستمتع معاكم ونكون سعيدين لما نشوف البونص طالع، حتى الجوائز المقدمة الباقية سواء كانت الألعاب الحركية أو حق المتصلين كلها هدايا جميلة تستاهلونها. تمام؟ الحين عاد وقت المكالمة الأخيرة، يعني نبي نواصل الوقت ولكن للأسف الوقت يداهمنا، بس عندنا بكرة بعد بكرة بإذن الله. نقول ألو مساء الخير. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، من معنا لولو حسن. لولو شلونك أختي؟ الله ينعم بحالك، الحمد لله بخير. تابعتي الحلقه؟ اول شيء حبيت ان اهنئكم. تفضلي. من البدايه قاعده اتابع الحلقه. يا سلام. وحبيت اهنئكم بالعيد الوطني، اللي هو بغيت اهنئ اللي هو جلاله الملك. نعم. جلاله الملك المعظم اللي هو الشيخ حمد بن عيسى ال خليفه، وسمو رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد ال خليفه، امير سلمان بن حمد، والشعب البحريني. وحبيت أشكر طاقم العمل على هالبرنامج الحلو اللي قاعد يقدم ويفرح كل شخص صغير وكبير في البحرين. يا حبيبتي والله إنكم والله تستهلون. بس ما حسيتي بالفرحة حتى مع المتصلين قبل لا يتصالك؟ امبلا والله فرحة. أنا كنت أصرخ معاهم، ترى أنا قاعدة بروحي وقاعدة أصرخ وياهم وما يفوتون. يا سلام. لا لا عاد الحين إحنا بنصرخ معاك، دام قاعدة بروحك نبي نفرح معاك. نقول حق الطاقم اللي حييتيهم كلهم. كلهم ترى كلكم الحين بتصفقون لها اذا فازت. دوركم الحين. تمام. سميه بنتي عاد هذه لولو الغاليه. الله يحفظها ان شاء الله. لولو نشوف اسئلتك وجائزتك بتكون من وين. يلا يا لولو، اسئلتك والجوائز مقدمه راح تكون من بابكو انرجيز. لولو هلا، جاهزة؟ عاد الحين تصافقين مع الناس وفرحتهم وناستهم، نبي نشوف الحماس وياك. عسى دوم هالضحكة. إن شاء الله. يلا. إن شاء الله الطاقم هو اللي صفق عني. بيصفق أحين عنك أحين. بس نبي نسمع الحماس والفرحة في الصوت. يلا. سؤالك الأول. بإذن الله. سؤالك يقول: سباحة بحرينية دخلت موسوعة جينيس كأصغر سباحة عالمية، فمن هي؟ أعطيك الخيارات. معي؟ أوكي. إي. هل هي مريم العريض؟ ولا الزين طارق جمعة؟ ولا آلاء بن رجب؟ مريم العريض، الزين خير طارق. خير الأمور أوسطها. خير الأمور أوسطها، وأنا أقول نفس اللي تقولينه. نفس اللي تقولينه، أيوه أيوه. سمعتي الصفقة؟ طبعاً نوجه لها تحية زين، ونوجه تحية حق والدها أيضاً زميلنا لولو. سمعت التحية وبتزيد إن شاء الله معاك. إيه سمعت. 200 عندك، نبي نشوف الضوء الأخضر مرة ثانية عشان أقول لك الفرحة فرحتين. تمام؟ إن شاء الله. سؤالك الثاني يقول: في أي عام تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مملكة البحرين؟ بيكون عندك الخيارات والتايمينج. الخيار الأولي سنة 1950 أو 1948 أو 1949. أنا قبل لا أساعدك إحساسك يقول 1900 وكم؟ هي كلها تقول خير الأمور الوسط. إيه بس لولو خير أمورها أوسط. لا كلها صارت في الوسط وجبنا الوسط الأخضر. 400 دينار وأحلى تشجيع من الفريق كلهم قاعدين يحيونك. حلوين الله يسلمون كأنهم يسلمك. يعوضوني عن لما أنا كنت أحيي اللي قبلي. صح أكيد، وكلنا معاك وكلنا بنعوضك وكلنا بنصفق لك ونحييك. عاد الحين ما عندنا خير الأمور الوسط، عندنا فيديو. بما أنك متابعة تدين عندنا فيديو حق السؤال الأخير بنتابعه، وبعدها بنرجع نسألك السؤال. تابعي معنا.
تحتفل البحرين في 14 فبراير من كل عام بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، واللي يعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات، وبلورة للمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم. وقد جرى استفتاء شعبي في 14 فبراير 2001 أظهر موافقة أغلبية البحرينيين عليه بنسبة 98.4. ويعد الميثاق الوطني خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات. سؤال يقول: في أي عام تم التصويت على ميثاق العمل الوطني؟ لولو، ما راح أسأل السؤال، سمعتي أبيش على طول تعطيني الإجابة وأقول لك مبروك ونسمع الفريق يحيي. هو 14 فبراير سنة 2000. حطي أمها واحد 2001. يا أسمع التحية. أقوى 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 أقوى. عرفتي لولو 600، خلاص يعني صرتي في المبروك، فرحة فرحتين خلاص. ألف مبروك، تستاهلين يا لولو، نقول لك ألف مبروك. وصنعتي يومي اليوم. خل أقول لك عادي، ألف مبروك 600 دينار مقدمة من بابكو إنرجيز، تستاهلين يا لولو. تسلمون، ما قصرتوا وصنعتوا يومي اليوم والله. عسى دوم يا رب، عسى دوم. جدا أنا فرحانة باتصالكم. والله احنا اللي فرحانين بمشاركتك ومشاركتك الجميله حتى مع المتصلين اللي قبلك، يعني هذه هي الروح البحرينيه الجميله اللي تتمنى الخير حق الكل. والله انك اخذت الكلمه من عندي. الله يسلمك. والله اني كنت بقول معروفين هل البحرين، هل الطيب، هل الخير. صحيح. يفرحون حق الكل. اي والله. الجار يفرح حق جاره. صحيح. والصديق يفرح حق صديقه، والاهل والكل على قلب واحد. 100%. طبعا المشاهدين هذا كان الاتصال الاخير في حلقه اليوم. مبروك عليكم الجوائز، وأكيد كل الشكر نوجهه للرعاة المساهمين في هذه المسابقة. مثل ما شفتوا المسابقة سخية جداً. أيوة، المبالغ جداً جميلة وحلوة، وكل اللي احنا نبيه إن أنتوا تستانسون معنا وتفرحون، وكم تسوى فرحتكم. أيوة. شكراً للراعي الذهبي بابكو إنرجيز، شكراً للراعي الفضي بنك البحرين الوطني، شكراً للرعاة البرونزيين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنك سيكو، بنك السلام، ومقاولات الكهجي للكهرباء والإنشاء. أيضا نرجع نبارك إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بهذه المناسبة الجميلة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. شكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدينا وجمهورنا الحاضر معنا في القرية التراثية. هذه فرصة بعد ندعو فيها الكل للحضور والاستمتاع معنا نيلة بهذه الأجواء الجميلة والفعاليات المختلفة في القرية التراثية. وجودكم معنا يشرفنا، مشاركتكم أكيد تسعدنا، فإن شاء الله نشوفكم باكر وتكونون قريب منا ومعنا إن شاء الله بإذن الله. وبشذي نكون معاكم وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ويتجدد لقائنا باكر في نفس الموقع والموعد، فكونوا بالانتظار ولا تفوتون على نفسكم فرصة الفوز. تفائلوا وبادروا بالتسجيل وفالكم الفوز، فالكم الفوز. وقبل ما نودعكم نقول يا ملكنا بعهدك أصبحنا في صدر الصفوف وارتقينا للمجد، والعالم يشوف كيف ما نرقى مدام تقودنا. ربنا يجزيك عنا كل خير، تصبحون على ألف خير.